مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، على بركه الله وحفظه انطلق شوطنا الخامس عشر وشوطنا الخامس لفئات الابكار للصعود من مسافه 1200 متر مع سن الصغار، السن ايضا المثير والتحدي الرائع. نسير مع المراكز الاولى والشعار بو عاليه على المركز الاول، الشامخه الشامخه في مركز العلو الشموخ بالمركز الاول، اللي بن محمود بن حبيب الرضا، بينما المركز الثاني نجود تتواجد بارض الجود محمد بن راشد بن مرخان، ومن الجانب الاخر الله الله يا الشاهنيه بن راشد بالعامري، من يقدم الشاهنية، بينما المركز الرابع الشعار علي بن سالم بن سليم مع هملولة، وأيضا التدخل مع شعار أحمد بن سيب بضبيعة. الله الله يا الأسماء، الله الله يا الشعارات، الله الله يا شبوة غيرت المسار، انطلقت بالمركز الأول راشد بن سيب بضبيعة، من ينطلق مع المركز الأول بدون أوامر بدون تعليمات. الله على العرض، الله على الأداء، الله على التحدي، ما شاء الله تبارك الله. روح يا ابو سيف، روح يا ابو سيف. المركز الثاني شاهنيه، سيف بن راشد بن عامري، المركز الثالث بن مرخان، الجماعه واصلين، ولكن هناك الصداره مع الزهنه مع بضبيعه، بضبيعه على المركز الاول، المركز الاول شبوه، راشد بن سيف بضبيعه، بالعامري يحاول، بالعامري قادم. اللحظات الاخيره، اللحظات وين؟ الناموس وين؟ الناموس وين؟ بضبيعه، بالعامري، عامري بضبيعه، يا سلام يا سلام يا سلام، فوتو فينش، فوتو فينش، دخول جماعي. انا اتركه عند اعضاء خط النهايه. المركز الثالث وصلت دمعة حمد بن موسى بن غدير. اذا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا لك ايضا، تهانينا الاثنين ايضا، دخول كان جماعي. نترك المسؤوليه عند اعضاء خط النهايه ايضا يتابعون الفائز بالمركز الاول. نهني بضبيعه ونهني بالعامري ايضا على الاداء الرائع.